كل يا رب بتموت فيا، ليه يا رب خلقتني اموت؟ ليه ليه؟ ازيك يا بنت انصاف؟ الحمد لله على السلامة يا ناصح. الله يسلمك، العمدة جه ولا لسه؟ اي نار عليك كده يا اخويا، وكل شوية بيسأل عليك. طب بقول لك ايه؟ قول. اسبقيني على المخزن عشان اجي اوريك الساعة وهي بتنور في الضلمة. عينيا. طب وانا يا ناصح مش هتوريني الساعة اللي بتنور في الضلمة؟ يا بنت انا بخاف من الضلمة اصلا، اقعدي. فين يا جدعان صاحب الكباريه ده؟ تعالى يا حبيبي، تعالى يا ناصح يا نصاب. انت مين؟ انا مين؟ انا الخواجه صاحب الكباريه. الخواجه مين؟ انت اسمك ايه؟ خواجه كاريوكي. كاريوكي؟ اه. طب سمعني حاجه. لا كاريوكي موسيقى فاضيه ما فيهاش حاجه. سمعك ايه؟ طب انا بقى ناصح. ناصح ايه؟ ما تعملش ناصح عليا. لا يا حبيبي، لو انت ناصح فعلا بحق اثبت لي. اثبت لك؟ مين بطل الدوري؟ الاهلي. ده في المستقبل، احنا زمان الزمالك بطل الدوري. يا عيني عليك اهو. طيب بتروح الاستاد؟ بروح الاستاد كتير جدا. وبتقعد مع الجمهور؟ طبعا. طب غني لنا حاجه. اسمعك حاجه من الاستاد؟ يلا. والنبي يا حاج والنبي. اي فرق امتى الزمالك يكسب يا جميل؟ واعود معاك في الدال دايمين. امتى الزمالك يكسب يا جميل؟ واعود معاك في الدال دايمين. لا حول. يا ابني انت شايل الهم وجاي تركبوني؟ انا مالي الزمالك يكسب ولا ما يكسبش، انا عايز فرخه في الكباريه. خلاص يا عم صب لي كاس. كاس مصر ولا السوبر؟ لا صب لي الدوري. لا للاسف انا الدوري ما بصبهوش غير لاهلاويه. على فكره بقى الزمالك قادم. ايه؟ الزمالك قادم. الزمالك ايه؟ والله العظيم الزمالك قادم. قادم من ايه؟ من هنا. طب ابعد بقى، لا يدوسوا علينا. ابعد بسرعه.